فأسمع الأول ماذا تقولين عندما تقسمين بالنبي، ماذا تقولين؟ أنا لا إله إلا الله. ممتازة ممتازة، كل ما لسانك يقع بها قولي لا إله إلا الله، جيد؟ ما ماشي يا شيخ والنبي، يعني أنا تاني برضو ده كده الهرم وقع تالت مرة، أنا كده أموت كمدا، يعني كل اللي أنا قلته هذا فات؟ مفيش شيء؟ معلش ربنا يخليك، عشان بس أتفكر عشان أتذكر كويس بس. الله يبارك لك يا رب وجزاك الله خير. قولي وحيد الله أيضا، لا إله إلا الله محمد. يا رب يرضيك يا رب ويعطيك فوق ما تسألين يا رب. ربنا يا رب يثبتك وجزاك الله خير، وربنا يجعلك من أهل الجنة يا رب. خادمك خادمك وربي، رضي الله عنك. شكرا يا شيخ، شكرا، جزاكم الله خير. بارك الله فيك، الله المستعان. معي الأستاذ مروان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. حياك وبياك. فضيلة الشيخ، عندي سؤال لكنه نوعا ما طويل فأرجو أن تتحمله. السؤال يقول بأنه هل يجوز للإنسان أن يعني المؤمن ألا واجب عليه يتمنى الموت؟ معلش قاعد عليا، هل يجوز ايش؟ نعم، المؤمن يتمنى الموت ولقاء الله، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أردتم أن تعرفوا حال الرجل في الآخرة فانظروا ما يقول ساعة موته. أليس هذا صحيح؟ من الذي روى هذا الحديث؟ نعم، رواه في الطبري في الجزء الرابع صفحة 52. ده رواه بغير إسناد على كده. طيب فضيلة الشيخ، نحن نعلم أنه الإنسان يتمنى الموت كما في الآية القرآنية أو كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعترضت عليه، ولكن لماذا سيدنا عمر كان هذا ليس حديث النبي؟ كنت عذرا. اسمعني، وعائشة تقول يا ليتني كنت نسيا منسيا. أستاذ مروان، أستاذ مروان، عشان تصل فكرتك كاملة رويدا رويدا وفي أدب في الحوار، هذا ليس بحديث النبي وأنت مخطئ، فلا تقل أنني اعترضت عليه. أنا ما اعترضتش حديث النبي، أنا أسمع وأطيع، أنا رجل علمت أن عزي ونصري وتمكيني وفهمي وهدايتي باتباع النبي، لكن ما ثبت. أما من يكذبون على النبي كلامهم لا يؤخذ. أكمل سؤالك بعد ذلك، أنا أعلمك ما جهلت فقط. أكمل سؤالك اتفضل. طيب إذا كنت كما تقول تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا اعترضت على الأخت التي قبلي عندما حلفت والنبي؟ هل الحلف بالنبي هو شرك؟ والقرآن يقول نون والقلم وما يسطرون. اسمر والقمر إذا تلاها. ممتاز. أليس هذا قسم من قبل الله؟ بلى قسم من الله أقسم بخلقي. اسمر بقى، مش أنت سألت؟ صح، من الأدب تنتظر الإجابة. أولا أنا اعترضت لأن النبي نفسه هو الذي اعترض وقال لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. خلاص بس سيبوني لوحدي. ما قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، النبي نفسه الذي اعترض على ذلك. والأمر الثاني حبيبي، الذي أقسم بالنون وبالشمس والليل والضحى والنهار والقمر هو الله الخالق، والخالق له أن يقسم بما شاء من خلقه، أما الخلق فلا يقسمون إلا بالله، لأن النبي حرج عليهم بذلك وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. تعلمت حبيبي؟ طيب يا شيخ، يا شيخ تعال هات ما عندك بعد كده. أنت قلت عائشة تمنت الموت صح؟ وأبيك. نعم أجيبك. نعم. قال أفلح إن صدق. اسمع، مش أنت تريد الإجابة ولا تريد البعبعة وبس؟ أنا ما بعبعتك. يبقى اسكت اسكت وتأدب عشان تتعلم يا جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الصحيحين أفلح إن صدق، وقال دخل الجنة إن صدق، في رواية قال أفلح وأبيه إن صدق، وهذه لها توجيهات ستة عند العلماء، أرقاها وأعلاها هذه لفظة شاذة لا تصح، أما أنتم جهلة في الأسانيد لا تعلمون شيء في علم الحديث، وكذب على الرسول فلا تصدقون. فرواية أفلح وأبيه رواية شاذة، والأحكام منوطة بالصحاح. طيب هات ما عندك بس، هات بقى ما عندك من السؤال عن عائشة. تعال بس، تعال في الساحة. لماذا لا تحترم نفسك؟ أنت سائل أدب كذاب، ولذلك داخل تتكلم على أم المؤمنين وتقول عائشة كيف تتمنى الموت. يا سائل أدب، تأدب واعلم كيف تتكلم مع العلماء، لأنكم أراذل الخلق، ولأن الروافض هؤلاء مع كفرهم أسوأ الناس أدباً.
أراذل. طبعا أنا مش ممكن يعني يدهشني أن تكون سائل الأدب وتطلق لسانك اللي هو أطول من البحر الأحمر على أهل العلم. قد أطلقتم ألسنتكم على عائشة وعلى عمر وعلى أبي بكر وعلى النبي. والنهاردة بالليل إن شاء الله الليلة عندنا درس في منهاج السنة نبين حماقات الرافضة. أبشر أبشر، لن أموت حتى أفضح هذه العقيدة الفاسدة وهذه العقيدة الكفرية التي تناهض الصحابة وأمهات المؤمنين وتطعن في الله وتطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم لستم بمسلمين.